نعم شباب، هيدا هو صوت النغم تبع هالمرسيدس سي 63 اي ام جي طبعا ال 17. شرفنا صديقنا ومتابعنا فضل حدا تصور على خدمه عضل اند انتليجنت ليد لايت سومفونيل اي ام جي وفتحات سنسر امامي طبعا لين اسيست تحديد المسار بدل الكاميرا. عندنا اربعه بارك اسيست هالاي ام جي بتصف لوحده بين سيارتين. نص الجريل عندنا لوجو المرسيدس اللي هي عباره عن الرادار فانكشن بتضرب فريم لوحده عند الزوم. بيكون حجم السلندر والديسك لما نحكي عن الاي ام جي مع الجنطه 19 انش. مين منا ما بحب يشوف على رفراف سيارته في 8x2 مرايا كاميرا؟ نعم بتضب على الكهرباء. نعم بلايند سبوت سايد سكيرتس النفرين كروم فريم الازاز مش جونت مسح البرمي شفره اي ام جي مع 63 غطى الصندوق بهيدي الطريقه بيفتح سنسر وكاميرا على الاريير واي ام جي ما راح ننسى ستوبات اللاد وهالشارك ديفيوز واقرب من هيك على القلب انا برايي ما في. انا بنظري انه تقريبا 460 حصان. انتم بقد ايه رايكم؟ فرش البقلاوه واللون الهافان مع الدرز البيضاء والاضاءه الداخليه مع امكانيه غيارات دبل اي سي السقف بانورامي كبسه اللين اسيست السنسر الستيرنج ويل طبعا مالتي فانكشن مع كلمه الاي ام جي سياره لانها اوروبيه عددها بيجي بالكيلومتر 320 ولفت نظر هالسياره لتاريخ اليوم ريفيزيونها بشركه لبنان فيك تكملها. شوفوا الشفترز كبسه السعاده كبسنا شوفوا هون الاي ام جي بتكون كبسه 360 درجه سبور بلس وطبعا اجا وقت سمعكم احلى نغمه. تواصل مع صديقنا ومتابعنا فضل مثل ما دائما بنقول الله يبعث دربات بهني صاحب النصيب. صوره ورقمه لفضل عندنا على الويب سايت ركين موتورز.com.